رحنا بزيارة حرم الرئيس البرازيلي ميشيل بولسونارو، تعرفت فيها على خدمات التي تقدمها مدينة الشارجة، الخدمات الإنسانية ابتداء من مركز التدخل المبكر، ومن ثم روضة الأمل للصم ومدرسة الأمل للصم. هذه الزيارة كانت زيارة تعريفية بالخدمات وتعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل. ومن ضمن الزيارة تحدثت سعادة ميشيل بولسونارو عن تجربتهم في البرازيل مع أشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. وفي ختام الجولة تمت حلقة نقاشية بين طلاب من ذوي الإعاقة السمعية وسعادة ميشيل بولسونارو، تحدثت فيها عن اهتماماتها لذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تم عرض فيديو قصير لسعادة ميشيل بولسونارو تحدثت بها بلغة الإشارة من تحية العلم البرازيلي